السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نتكلم عن كيفية تقديم طلب إلى أي محكمة لتصديق قرار حكم، وحتى تقدر تستخدمه تغير بهذا النموذج تصديق عقد الزواج مثلا أو غيره، فقط تغير بهذا النموذج. وراح اترك لكم اياه على قناتي في التليجرام بالوصف مال القناة، تقدر تدخل عليه وتنزله ملف وورد، يعني فقط تعدل عليه. بداية سيد قاضي محكمة، يا محكمة، تمام، محكمة بدائع احوال شخصية جنايات في المنطقة المحترم، نسخة طبق الاصل، تحية التقدير واحترام، أرجو التفضل بالموافقة على تزويدي بنسخة مصدقة من قرار الحكم المرقم جيد رقمه 1/12/50 جيد رقمه. إذا مقدمة لمحكمة البداية تقول الرقم وعلى هاي الشارحة على باء، وإذا أحوال شخصية على شين، تمام، وإذا عقد زواج تقول على عقد زواج، وإذا قسام شرعي تكتب على قسام شرعي بالشكل هذا، وإذا جنات على جيم، واضح؟ كذا السنة والمؤرخ في التاريخ كذا وصادر من هذه المحكمة، وذلك لحاجة المؤسسة إلي، ولكم شكر تقدير. هنا تكتب المحامي فلان الفلاني وتترك توقيعك، جيد، وأيضا تضع الطابع. وإذا أنت مواطن فقط توقيعك وهذا، يعني بسيط ما يراد له شيء. راح اترك لكم اياه ان شاء الله بالرابط جوا وصف القناة، دخلوا عليه نزلوه. جزاكم الله خير، وان شاء الله على تواصل دائم تستفيدون ان شاء الله تعالى. اشترك بالقناة اذا بعدك ما مشترك، وفعل الجرس وخلي اللايك حتى نستمر ان شاء الله، ويوصل هذا الشرح وهذا التوضيح لأكبر قدر من الناس أحسن تستفيد. في أمان الله.